اي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا الصفحه 101 ونديروا التتمه ديالنا ديال الدرس اللي هو الثيوريم ديال بيتاغورس او تريغونوميتري ديال نبداو ليكزيرسيس 21 صفحه 101. اذا ما تنساش انك تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، ضروري ومؤكد ومهم. دونك ليكزيرسيس 21 اون كونسيديري لا فيغور سويفون، عندنا هاد الشكل هذا. اذا السؤال اللي مطروح هو كيل لا ناتور ديال لي تريونغل ا سي اف، اللي هو تريونغل ا سي اف، هاد المثلث شنو هي الطبيعه ديالو؟ اذا حنا خاصنا نبينو الطبيعه ديال المثلث. دونك غادي نعتبر المثلث ديالنا اللي هو ال ا او اف لقائم الزاويه او، قلنا دور لو تريونغل ا او اف ريكتانغل او دابخي لو تيوريم ديال فيثاغورس. اذا غادي نحسبو المسافه ال ا اف او ك، اش غادي نقولو؟ اذا غادي نقولو بان ال ا اف او كاري ا اف او كاري ايغال، لانه هو الوتر، اذا كيساوي لينا ال ا او كاري زائد ال اف او ك و اذا ايغال. حنا كنقلبو على ال ا اف، اذا ال ا اف كتساوي لينا ا او كاري زائد او اف او كاري، ولكن ما ننساش الراسين ديالي لان انا حيدت الاو كاري من هنا، هادشي كامل غيولي داخل الراسين. دابا تطبيق عددي، عندنا ال ا او هي 4 الراسين ديال 5 2 او كاري زائد ال او اف هي جوج غاسين دو 5 تو او كار، وما نساوش دو غاسين اللي كيجمع ليا هاد العدد يمشي. اذا كيساوي هنا جوج اس 2 هي 16 مضروبه 5 زائد عاوتاني هنايا 4 مضروبه 5. باش نسهل عليا شويه الحساب غنفاكتوريزيو بلو 5، غنغاسي فاكتوريزيو بلو 5 باش يسهل علينا. اذا لو 5 فاكتوريزي ملتيبلي غتبقى لينا هنايا 4 زائد، وهنا تبقى لينا 16 راسي. نزيدو نكملو ندير واحد الخط هنايا ونكملو الجهة اخرى. اذا هنايا بلاتي سيتكم واحد قوس هكا، اذا غتعطينا هي 20 و 5 راسين تساوي دونك ال اف شحال كتساوي؟ راسين ديال 100 اللي هو 10 سنتيمتر. اذا ال اف لقيناها كتساوي لينا 10، مزيان. مي اون كيسيون غنطبقوها على التريونغل الثاني ديالنا اللي هو ال ا بي سي، نفس السؤال. إذا قلنا نفس السؤال، غادي نعتبرو دابا المثلث ديالنا اللي هو ا بي سي الريكتانغل في البي، قائم الزاوية في البي. إذا دابا بغي تيوريم فيثاغورس شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا بأن الوتر ديالي اللي هو ا سي او كاري تساوي مجموع الأضلاع المتبقية اللي هي ال ا بي او كاري زائد ال بي سي او كاري. إذا أنا علاش نقلب؟ كنقلب على ال ا سي. إذا ال ا سي كتساوي الراسين ديال ا بي او كاري زائد البي سي او كاري. دابا غندير التطبيق العددي، اذا كتساوي ليا نديرو هنا الراسين ديال 8 او كاري نزيد عليها 6 او كاري، اذا كتساوي الراسين كبير ديال 64 زائد 36 اللي كيعطيني بان الاسي كتساوي الراسين ديال 100 كتساوي 10، وغادي غنقيدها 10. اذا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بان الاسي كتساوي ليا ال ا اف. اذا غادي نكتب دونك وغادي نقول اون دي دوير كو اسي كتساوي ا اف كتساوي 10. Alors, la nature du triangle ACF est un triangle isocèle en A. Il y a un mot de saoui saqaïd,
إذا إكزارسيس 22 أون كونسيديري لا فيغور سويفون. إذا كنعتبرو الشكل الأجنبي بها، أولا احسب أ سي و دي أو، ثانيا كومباري أ بي على أ سي على بي سي و الأ أو على أو دي، و نستنتجو بأن دي أو باراليل بي سي. دونك غادي نقولو أون سي كو لي دو تريونغل، تريونغل نديرو لا إس، حتى واحد ما يعقب لي على شي حاجة إلا ما كان، المهم هو أنك تفهم. لي دو تريونغل أ، هاد الأ دي أو، هاد المثلث هذا وهاد المثلث، كنلاحظ بانهم شنو قائم بالزاويه فاش ا، اذا جوجهم قائم بالزاويه، اذا دا بري تيورين فيثاغورس. شنو غادي نقول؟ اذا باش نحسب ا سي فين هي، هذه هاد ا سي من هنا لهنا، باش نحسب هاد ا سي باش خاصني ندير اوتوماتيكمون دا بري تيورين فيثاغورس، كنلاحظ بان البي سي او كاري اللي هو الوتر تساوي ليا الأسي أو كاري زائد الأبي أو كاري. هادشي انطلاقا من الشكل، هاد الشكل فوقاني. إذا أنا بغيت الأسي، غادي ندير بأن الأسي أو كاري كيساوي دي من الضلع الكبير اللي هو البي سي أو كاري، غنقسم منو الضلع الصغير اللي هو الأبي أو كاري، ما درت حتى شي حاجة، أنا لعبت غير بالعلاقة. فوالا، إذا الأسي كتساوي ها راسين ديالاش ديال بي سي او كاري، نحيدو منو الاب بي او كاري، اذا تطبيق عددي تتساوي لينا الراسين، عندنا البي سي هي 10 او كاري، غنقصو منها 6 او كاري، اذا كيساوي ليا الراسين ديال 100 ناقص 36 اللي كيعطيني اي، تساوي ليا الرصيد ديال 64. وهنا غنستنتج بان الاسي تتساوي 8، اذا لقيت الاسي كتساوي 8. دابا غادي نحسب دي او نفس الطريقه، اذا دي او تيون فيثاغورس دي او او كاري تساوي ليا ال دي او كاري زائد ال سي او كاري ال او او كاري عفوا. و اذا دابا شنو كنقلب على الدي او تتساوي الدي او، اذا الدي او كتساوي الراسين ديال ال دي او كاري زائد ال او او كاري، طريقة عددي تساوي لي الراسين منساش الأدي غادي يقلب هي 4 أوكاري زائد، وعندي الأ أو هي 3 أوكاري، إذا كيساوي هو 16 زائد 9 منساش الراسين ديالي اللي كتعطيني الراسين ديال 25. وهنا غادي نستنتج هنا بان دي او تتساوي ليا 5، يعني انا حسبتهم بجوج. اذا لا كيسيون الثانيه هي انني نكومباري الابي على البي سي، اذا الابي غنكومباريها مع، اذا الابي على البي سي شحال كتساوي لي؟ الابي لقيناها هي 6، البي سي هي 10، اذا نسامبليفيو، اذا كتساوي ليا غادي نسامبليفي بجوج عطينا هي 3 على 5، اذا الاب بي كتساوي 3 على 5. غادي نقارنوها مع الا او، اذا الا او غادي نقسموها على الاد او لا على الدي او بحال بحال، اذا شحال كتساوي الا او شحال عندنا، عندنا هي 3 والدي او راه حنا حسبناها لقيناها كتساوي 5. اذا كنلاحظ بان مقارنه اون دي دوير كو، اذا اون دي دوير كو ان الاب بي على البي سي كتساوي لينا الا او على دي او مثلا. اذا هنايا عندي المثلث قائم بالزاويه، هاد الاب بي على البي سي، الاب بي على البي سي شنو كتعني؟
إذن هنا أنا كنلاحظ بأن المسافة غادي نعبرو دابا بالمسافة ومن بعد غادي نعبرو بالزاوية. إذا كنلاحظ بأن المسافة الأرضي ماشي الأرضي ولكن المسافة الأصلي، إذا المسافة الأصلي كتساوي جوج ديال المرات المسافة الأرضي. وعندنا عاوتاني المسافة الأرضي كتساوي جوج ديال المرات المسافة أو. وعندنا المسافة البي سي كتساوي جوج ديال المرات المسافة دي اف. انطلاقا من هادو كاملين غادي نستنتجو بأن المستقيم ديالنا اللي هو دي اف مالو باراليل ياش البي سي. إذن هادي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي غادي نديرو، حنا كنعرفو بأن نحسبو نعتبرو هاد الزاوية سي نقارنوها مع الزاوية دي، إذا كانو متساويين دونك راه المستقيمان جوج راه يكونو متوازي. علاش؟ لأن هادو متقابلتان أوبوزي، لي زونغل أوبوزي، يعني هادي راه كتقيس هادي حيت هادو متوازي. هادا غادي نبينو. إذا هادي شناهي؟ غادي نحسبو الكوسينوس. إذا غادي نقولو الكوسينوس ديال الزاوية سي تيساوي شنو؟ هاد الكوسينوس هذا اش كيساوي؟ كيساوي هو الار الاسي على البيسي. الكوسينوس هو الاسي على البيسي. وعندنا الكوسينوس ديال الزاويه دي شنو كيساوي؟ اذا الكوسينوس الزاويه دي كيساوي هو الار دي الار دي على دي. اولا غادي نديرو حنا حيت ما عندناش اسي عندنا الابي، غادي نديرو السينوس. اذا السينوس ديال الزاويه سي هاد الزاويه اذا كيساوي المقابل اللي هو ابي، اذا كتساوي المقابل اللي هو ابي على الوتر اللي هو البيس. حتى باش نوصلو السؤال الثاني نفس القضيه، عندنا السينوس ديال الزاويه دي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو الا اف على دي اف. فوالا. اذا هنا كنلاحظ بان السينوس ديال الزاويه سينوس ديال الزاويه سي كيساوي سينوس ديال الزاويه دي. غادي نستنتجو اوتوماتيكمون بان سي تتقايس دي، الزاويه سي كتقايس الزاويه دي. اذا هاد الزاويه كتقايس هادي الو غنستنتجو بان المستقيمين بجوج اللي هو دي او باراليل مستقيم بي سي. هذه الطريقه الثانيه وشوفوا نتوما اللي عجبتكم. اذا 823 اون كونسيديري لا كادريلاتير كونفيكس ا بي سي تي ريكتانجل اون بي اي دي تلك. اذا واحد الرباعي المهم مخربق ولكن عنده زاويه قائمه في بي وعنده زاويه قائمه في دي. وعطاونا ال دي كتساوي 3، سي دي كتساوي 4، وال بي كتساوي 2. كنطلب مني انني نحسب الاسي ونحسب البي بي سي. اذا الشكل ديالي داير بحال هكا، لان هذا هو الشكل ديالي بحال هكا، قائم بزاويه في البي وقائم بزاويه في دي، رباعي مشتت يعني ما عطاوناش النوع ديالو. اذا غادي نحسبوا الاسي. اذا الاسي من هنا لهنا غادي نحسبوا هذه المسافه من هنا حتى لهنا. اذا بما انه قائم بالزاويه في بي، اذا غنعتبر المثلث ديالي اللي هو ا بي سي دي وغنطبق عليه تيوريم فيثاغورس باش نحسب الاسي. وغادي نقول بان الاسي او كاري كتساوي ليا ا بي او كاري زائد بي سي او كاري. المعطيات راه عندي. اذا الاسي كتساوي الرصيد ديال الاب دي او كاري زائد بي سي او كاري. مزيان. دابا هنا بقى لينا غير التطبيق عددي كتساوي. رجعو للتمرين ديالنا، كنلاحظ بان الاب دي كتساوي الاب بي كتساوي جوج، و الاب بي اذا ما تخرجنيش لان مازال غنقلب على البي سي. اذا نعتبر المثلث الاب دي سي
اللي هو هنا ال A C أو كاري كيساوي ال A D أو كاري. غادي نصحح هادي، نصحح هادي ال A D أو كاري A D أو كاري، نزيد عليها D C أو كاري. دابا هادو المعطيات بجوج عندي، ال A D أو كاري زائد D C أو كاري، عندي هاد المعطيات بجوج. هنا المعطيات كاينين فوالا. اذا الاسي كتساوي قلنا الرصيد، الادي هي 3 اوكاري زائد الدي سي هي 4 اوكاري، اذا كتساوي ليا هي 9 زائد 16 رصيد. اذا الاسي تتساوي لينا الرصيد ديال 25 كتساوي لينا 5 سنتيم. اذا لقينا بان الاسي كتساوي 5، غنجيو لهنا وغنديرو بان الاسي كتساوي 5. دابا غادي نحسبو البي سي، حنا دابا ولينا عارفين الاسي، غادي نطبقو المثلث الثاني، نديرو واحد الخيط هنايا. اذا غادي نقولو بان الاسي او كاري كتساوي لينا، غنطبقو المثلث في ا بي سي، اذا كتساوي ا بي او كاري زائد ا زائد البي سي اوكا. وحنايا كنقلبوا على البي سي، بي سي اوكا. وا اذا البي سي اوكاري تساوي زائد ديال اس ديال ا سي اوكاري ناقص ا بي اوكاري. نديرو دابا التطبيق عددي، حيدو هنايا حيدو هاد الاس هذا لان درنا الجذر. اذا البي سي كتساوي لينا هي الجذر ديال ا سي اوكاري اللي هي 5 هي 25، 5 اوكاري غنقصو منها ال ا بي اللي هي 2 اوكاري، اذا كتساوي هي 25 نقصو منها 4 راسين، اذا كتساوي ليا الاسي هي يعني 5 5 اوكاري. اذا كيعطيني الراسين ديال اش ديال 21. اذا انا البي سي كتساوي راسين 21. اذا اكزيرسيس 24 ان تريونغل او اف جي اي تيل كو، او اف كتساوي 15، او جي كتساوي 8، اي اف جي كتساوي 17. اكسبليكي بوركوا او اف جي نا با ريكونغل او ام او او جي، démontrer qu'il est rectangle en E. Et donc, on a bien donc on a atteint bien la qui donc on a remarqué bien le EF kbira ala le EG ou عندنا بان le EF عاوتاني مالها صغيره على le FG. دونك غنستنتج بان لو تريانغل نا با ريكتانغل، علاش؟ لان الاف جي هي اطول، هي اطول كوتي. دونك هنا غنقول جو ديدوير كو لو تريانغل نا با ريكتانغل اون اف، اذا ماشي قائم الزاوية في اف، علاش؟ كا لا كوتي اف جي اي لو بلو لون كوتي دو تريانغل، اذا هي اكبر مسافة او اكبر قطعة كاينة في المثلث، اذا داكشي علاش ميمكنلياش الا كتعتبر الايبوتينوز يمكنش يكون قائم الزاوية l'hypotenuse. Très bien. Donc, on a démontré que les rectangles en E. Donc, on a vu que le EF au carré, c'est nous 4 saoulina. 4 saoulina 15 au carré. Et donc, 4 saoulina. Mettez au 5 au H. Mais, on a vu que le EF, le EG au carré, c'est à 4 saoulina. هي 8 اوكاري اللي كتعطينا 4 اس. ودابا غادي نحسبو الاف جي اوكار تمام كصح، اف جي اوكاري كتساوي لينا 17 اوكاري اللي كتساوي 289. اذا جو بسير كنلاحظو بان الاف او كاري
الى زدنا عليها ال جي او كاري كتعطيني 225، نزيد عليها 64 كتعطيني 289، اللي هو قياس القطعة قياس اف جي او كار. دونك غادي نقول بان دونك لو تريانغل ديالي دونك ال او اف جي اي ريكتانغل اي ريكتانغل او اف، اذا هو قائم الزاوية او. اذا غنوقفو حتى لهنا وموعدنا في لابارتي الثانية ان شاء الله في الدرس حصة اخرى. نخليكم على خير، بون كوراج تول موند، السلام عليكم.